حكم سعودي سابق. أنا طبعا أجلت الحلقة ليش؟ عشان أشوف هو يهون ويرجع زي اللي قبله ولا بياخذها من قاصرها ويمشي. الحمد لله بعد جولة كذا في المقاطع لقيت ناس تمدحه. ترى خليل جلال يعني أنت مهيئ له كأس العالم، يعني هو ضمن أفضل أربع حكام في آسيا، والاتحاد الآسيوي يعول عليه بكذا. شخصيا أنا كنت أتمنى ألا يكون خليل. مهما أقول في خليل شوي بحك لا مدحته والله، وشوي اللي أقوله في أبو خالد، لأنه بالفعل شخص نفتخر بوجوده بيننا. إيش تبغانا نسوي له يعني في القناة الرياضية؟ لا تسبونه. الحمد لله لقيت اثنين. وانا ترى صدق يعني انا من الناس اللي احبه شخصيا، بس احس اني يا اخي ماشي عكس التيار. لماذا طلبتم بابعاد خليل جلال او الحكم الدولي السعودي خليل جلال عن مباراتكم امام قطر في نهايه الشهر؟ لا يتعرض لاي اساءه من الجمهور. يعني انتم ما بدكم خليل جلال عشان ما بدكم حدا يسيء لخليل جلال، وانتم كلبنانيين يعني. أنا خليل جلال وأقول إنك وقت صار حق تحكم هالمبارات، ولا تحكم حتى الأدوار التمهيدية، ولا أوصيات، لا بعد الحبيب ما تحكم حتى مبارات مدارس. مو بهالطريقة التحكيم. هذا التحكيم أنا حتى بالشارع ما أخلي حكم. تدري ليش؟ لأن حتى بالشارع في لواعيب يستحقون إنه يكون لهم حكم زين. أنا الإشارة الدولية هذا شلون ما أخذها؟ شلون هذا وصل المونديال؟ أنا ماني عارف. يا أخي حتى 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 في فرق بين اللبنانيين يا خي، ما بدنا الجمهور بيتحكوا يزيك حتى يعني بأدب كذا، وحنا ذاك انت ما انت بكفو يا ابو. لا في فرق بين انك تنتقد في اخي. انا ودي ذا مقطع اللبناني اللي كان يقول يعني بأدب يعني ما نبغى يحكمنا، ودي انه يصير منهج يعني ان نجيبه ندرسه نشوفه كيف الناس ما يبغون الرجال، بس بأدب يعني يا خي، ما بدنا الجمهور بيضغط عليه هيك. وهذاك يقول ما انت بكفو، والثاني ما نجيب لاعب من الشارع يحكم هني، وش كلام فاضي. اليوم الحكم اللي هو كان خليل جلال الدولي العاقل، لكن اليوم ما شفنا صراحة أي نوع من أنه التحكيم كان فيه نوع من العاطفة، العاطفة اللي من جوة تحكم في البني آدم، وما أعتقد أنه كان عادل في مباراة اليوم أبدا. اسم خليل جلال هذا المفروض يشطب من التحكيم كاملا، مش حتى سنة أو ست شهور. هذا حكم أنا أقول لك يعني من أسوأ الحكام اللي قد شفتهم في حياتي، يعني لا عربيا ولا محليا. وإيش أكيد في مقطع، أكيد في مقطع حسب شيء قوي. ما أود أكون الحلقة تكون، بس يمكن نلقى مخرج. كمل يمكن نلقى مخرج، صدقوني بنلقى مخرج. وخاصة أنا شرحتي صراحة على الأخوان الصحفيين المخضرمين اللي لهم باع كبير في الصحافة السعودية، اللي كانوا يهدفون من وراء التكليف ومن إثارة كثير من المشاكل، كثير من الأجواء اللي تخلق الشحن النفسي الكبير اللي كان موجود. لكن خليل جلال من حيث أراد أن ينتقد الإعلام وقع في نفس المأزق اللي هو يتكلم عنه. خليل جلال قال نعم. أنه الصحفي عبد لقلمه، أنه جاهل، أنه وعد مجموعة من الصفات السيئة في الإعلاميين. إذن أنت تنتقد الإعلام بنفس الطريقة اللي ترفض ان العالم ينتقدك فيها. انت اخطيت في ذي. احنا اللي ناكبنا الصحفيين المخضرمين، ولا الشباب الجدد لطيفين ويكتبون لكن المخضرمين اليوم جاء تويتر فضح الدنيا. هنا انا ضدك، انا ضدك. السبرنتات عند الكوريين وذا يبغى لها لياقه، يبغى لها نوم بدري، او يخلوني احكم بدبان. والله اقتراح يوسف اثنين ترى عليه طلعات اقتراحات عظيمه في سياره الجولف موجودة في الملعب واقفة. من الغامدي، أجرم الغامدي، اللهم لا توفق الغامدي ولا كل من ينتمي لهم الغامدي. تعرض 20 سجينا سعوديا في العراق إلى اعتداءات بعد فوز الإمارات ببطولة كأس الخليج أمس الأول في البحرين، وذلك بعد تهديدات تلقوها السجناء في حال خسارة المنتخب العراقي للبطولة الخليجية في ظل وجود حكم سعودي يدير النهائي. والله ما أدري تلقاه من حتى يعني المشكلة حتى سياسيا الموضوع صار كبير، يعني ان في ناس بتموت بيتعذبون بالسجن. يا اخي لا، المفروض من اول شفت حل. يعني ليش تنتظر الفتره دي؟ من زمان ترك التحكيم، ما دام الموضوع فيه ضحايا لا اترك التحكيم. كابتن عبد الرحمن الرومي، الكابتن زكي صالح. نهائيه ايضا اتحاد العاصمه الجزائري هو بطلا لهذه النسخه. كان يتابع وراح لحكم اللقاء وقال له شوف كان فيها إشارة مثلا فيها رؤية بأنها شوف
الخطورة والتسديد. هذه كانت بس مقارنة بسيطة من الفاولات اللي حسبها برا واللي فاولات اللي حسبها هنا. امين ترى الوضع برا غير، يعني التحكيم يتطور برا وعنده يرجع زي ما هو. والنقطة الأهم، يعني أنا شفت أنه صفر في مباراة فاول خطير بعد نهاية وقت بثمانية ثواني، وشفته صفر في مباراة محلية بعدها بمدري كم دقيقة الظاهر مدري إلي ما جاء جول. ترى يختلف نفس الكلام، بس أنا والله شم يعني أنا أتوقع أنك المشكلة أنك يمكن تتابع فودة من يحيى حكمي، وهذا الوقوع اللي كان حاضر على خليل جلال، ومحاولة تتهيأ وتتخلص والله يعني ما أدري تلقاها برا في المباريات اللي برا ولا محلية ولا من الكورة، الكرة حتى الكرة تلاحقه ولا تطيح في الملعب. على العموم أنا أشوف أنه خيار صائب أنت اتخذته أنك تركت التحكيم، والمفروض من أول بعد مشاكل العراق ذي على طول، يعني الموضوع صار سياسي، يعني ما سياسيا كورة كثير الموضوع. على العموم حنا ما علينا، حنا على المدرج نتفرج.